طيب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بالباب الثامن، بدنا نحكي فيه عن الليست. وفعليا الليست هي تعتبر من الكوليكشن، تمام؟ حنعرف الآن شو هي كوليكشن، بس أول قبل بدنا نحكي عن جزئية مهمة، إنه البروجرامينج. البروجرامينج بتركز على شغلتين، بتشغل على يعني بتركز على الالجوريثم، هي عبارة عن مجموعة من الرولز أو الستيبس اللي يعني نستخدمها لحل مشكلة معينة. وهذا الإشي يعني بيجي بنطرح إنه في البروبلم سولفينج. وإذا بتذكروا إنه أنا في الهاكر رانك لما تيجوا تطلعوا على الدومينز، هنا في البراكتس إنه أنا عندي من ضمن الدومينز الموجودة الالجوريثمز أو البروبلم سولفينج، يعني هي تمام. فعليا هذا الدومين اسمه problem solving، اوكي، بيركز على الالجوريثمز. يعني هي مقسم لجزئيتين اللي هو algorithms وداتا ستراكشر. داتا ستراكشر هي المقصود فيها الكوليكشن اللي احنا بدنا ندرسها اليوم، اما الالجوريثمز هي الخطوات لحل، يعني العمل حل معين. فبالتالي هنا على سبيل المثال انه انا بدي احل هاي المساله اللي هو compare the triple the triplets، انه انا ممكن اختار لغه البرمجه اللي انا بدي اياها اكتب فيها. فهنا بسمح لي استخدم C++، جافا، PHP، بيرل، بايثون، سويفت، روبي، اي لغه انا بدي اياها، لانه الفكره في الموضوع هي حل المساله وليست انه شو لغه البرمجه، لانه هذا دومين تاني مختلف. بينما انا عندي في الدومين تبع البايثون هو فعليا بيركز على المسائل تبعت البايثون فقط، فبالتالي انه يعني متركز على الشغلات الخاصه في البايثون. فجزئيه الالجوريثم هي عباره عن مجموعه من الخطوات او القواعد اللي بنستخدمها لحل بروبلم معينه، تمام؟ طيب، كذلك من ضمن المهارات البرمجيه لازم انه نعرف التعامل مع الداتا ستراكشر، والداتا ستراكشر هي عبارة عن a particular way of organizing data in a computer. هي عبارة عن طريقة معينة لحل المسائل، أو عفواً لترتيب البيانات في الحاسوب. ففعلياً إنه إحنا بدنا نركز في هاي النقطة على data structure اللي هي الكوليكشن، تمام؟ يبقى نركز هنا على هذه الجزئية اللي هي الـ collections. يعني احنا اخذنا انه ايش الـ primitive data type. عندي انا عندي الـ integer، تمام، وعندي الـ str، وعندي الـ float. هدول الثلاث انواع، بس هدول الثلاث انواع اساسيه. انا بدي انه انا ارتب البيانات بحيث انه تكون انه ممكن تكون شغلات مركبه من هدول البيانات، عشان هيك احنا بنسميها داتا ستراكشر او تركيب البيانات او هياكل البيانات، تمام؟ او اختصارا احنا بنسميها او يعني كمصطلح ثاني مرادف بنسميها كوليكشن. اما الالجوريثم بنركز فيها على خطوات الحل، وهذا كنا بنركز عليه في الباب تبع الايتريشن واللوبس والديسيجن اللي هو مالتي واي ديسيجن والتو واي ديسيجن وكل الامور هاي، تمام؟ طيب طيب ايش اللي ممكن نعتبره مش كوليكشن؟ الكوليكشن هي عباره عن تجميع من البيانات. طب ايش اللي مش كوليكشن؟ اغلب البيانات اللي احنا او المتغيرات اللي احنا بنستخدمها بنقدر نخزن فيها one value، تمام؟
وإذا حطينا قيمة جديدة في المتغير هذا، فبالتالي الـ old value بيصير لها overwritten. يعني على سبيل المثال الـ x بتساوي 2، لو حطيت الـ x بتساوي 4 وعملت print للـ x، بيطلع الـ x أنا عندي آخر قيمة 4. أنا ما بدي هذا الكلام. أنا شو بدي؟ بدي أحتفظ بالاثنين وبدي أحتفظ بالأربعة، بحتاجهم هما التنتين. فعشان أنا أحتفظ بيهم هدول هما الاثنين، فساعتها بحتاج لكوليكشن. فالمتغيرات بصورتها الحالية هذه تعتبر ليست not a collection. طيب الليست هي عبارة عن نوع من أنواع الكوليكشن، تمام؟ شو تعريف الكوليكشن؟ الكوليكشن هي allows you to put many values in a single variable، بتسمح لي ان انا اخزن عدة متغيرات او عدة قيم عفوا في متغير واحد. تمام؟ كيف مثلا ان انا ممكن يكون في عندي هذا المتغير friends، بروح بفتح قوس جوزيف جلين سالي، فبالتالي أنا عندي عدة قيم، هذه واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، ثلاث قيم موجودة في متغير واحد اسمه فرنس، فهي عبارة عن ليست. أو كرايون، كرايون إنه يعني زي حقيبة، إنه على إيش تحتوي هذه الحقيبة؟ إنه سوكس، شيرت، بيرفيوم، فبالتالي هي عبارة عن كوليكشن بهذا الشكل. تمام؟ يبقى الليست زي ما شفنا، افتح جوبيتر. خليني أسكره هنا. أوكي. نسميه شابتر 8 لستس. فبعرف الـ x بتساوي على سبيل المثال 10، x بتساوي 20، برنت للـ x، ففعليا باخذ آخر قيمة. أنا ما بدي هذا الكلام، أنا بدي إنه الـ collection is a variable that can hold many values. فبالتالي أنا بكون عندي x بتساوي 10، 20، ساعتها إنه أوكي بحتفظ أنا بالقيمتين بهذا الشكل. طيب ممكن يكون في عندي هنا list of numbers، واحد، ستة، 12. تمام. ممكن
النمبرز هدول ممكن انه يكونوا يا اما string يا اما float او حتى انه خليط. فبالتالي هنا 1.16 و 12.5. بوينت 6.7. ففعليا أقدر إنه أنا يكون في عندي floats أو integers أو ممكن يكون أنا عندي string students. أحمد محمد أو ممكن يكون عندي combination بين هدول الشغلات كلها. يعني ممكن يكون في عندي a list بتساوي، طبعا هنا أنا بتجنب أستخدم الكلمة list هذه لأنه هي كلمة محجوزة تمام. فبعمل a list بتساوي أحمد تمام 20 تمام و data science. اوكي وممكن تكون انا عندي الليست هذه مركبة list of list بهذا الشكل. تمام وهنا افتح لستة تانية واحط مثلا انه هو بيدرس بايثون. وهنا data pre-processing و machine learning. وهذه هنا ممكن تكون أنا عندي عبارة عن two numbers 20 و17 مثلا. فبالتالي هيك الليستة أنا بتكون عندي مركبة list of lists تمام. فهذا الكلام list of lists أو مش list of lists nested lists. تمام. طبعا زي ما تعودنا انه انا ممكن اعمل اكسس للليست باستخدام الانديسيز. انا ممكن بالمناسبة اعرف ليست فاضية، يعني ليست 2 بتساوي ليست، وهنا بدي اعرضها. وفعليا طريقة التعريف بهذه الطريقة انه انا بستدعي الكونستراكتور او الكلاس ليست، وهيو الكونستراكتور فاضي. فبالتالي انه هنا هذه عبارة عن لستة فاضية. أو ممكن ببساطة أن أنا أعرفها زي هيك لستة فاضية بتصير بهذا الشكل. وممكن أعمل أكسس للليست من خلال الإنديسيز تبعتها. يعني هنا الـ A list هاي نشوفها، وهنا ممكن أحكي أوف الصفر بطلع أنا عندي أحمد، هنا اوف الواحد بيطلع انا عندي العنصر الثاني اللي هو عبارة عن ليست. هذا ممكن اعمل له كذلك اعمل له اكسس انه بدي العنصر الاول من السب ليست هذه، فبختار مثلا زيرو زي هيك فبطلع انا عندي 20. تمام. فهنا ممكن انه نحط عنوان انه اكسس ليست by NDCs.
وهنا أو هنا تحديدا create empty list. في عندي عدة طرق. طيب الليست احنا فاميليار معاها لانه احنا مرت علينا سابقا في اللوبس، فكيف بدنا نعمل iteration او loop over list. ذكرنا هذا الكلام مرارا وتكرارا انه ما في عندي طريقتين. ايش هما الطريقتين هذول يا شباب؟ استخدام ايش؟ for الايتريشن فاريبل، واثنين باستخدام الاندكس، صح؟ فالطريقة الأولى for n شو بنعمل؟ for i in عفوا for element in مثلا a list print element. تمام، فأنا عندي هي طبعا أول عنصر، ثاني عنصر، ثالث عنصر، والعنصر الأخير اللي هو عبارة عن sub list. أما باستخدام ال indices كيف بيكون؟ بدخل index for i in range len لل a list و len لل a list range. هنا بنفتح قوس هنا بنعمل print لل a list of ال i. هي نفس الشيء بس هنا بستخدم الاندكس، وحكينا انه انا متى استخدم الاتريشن فاريبل ومتى استخدم الاندكس اذا متذكرين. باختصار حكينا اذا انا بالضبط الاندكس اذا انا محتاج انه انا اعدل جوا الليستة هنا فساعتها بستخدم الاندكس، اما الاتريشن فاريبل اذا انا كنت محتاج انه انا على سبيل المثال اجيب السم او اجيب اعمل سيرش للماكسيموم او المينيموم او اي شيء من هذه الاشياء. تمام، فهذا باختصار الليست الاتريشن عليها. اوكي، هنا يعني اعرف قائمة من الاصدقاء friends بتساوي في عنا مجدي وفي عنا هتام وفي عنا جورج. اوكي، فمطلوب الآن إنه أنا يعني أطبق هذا الكلام، يعني هاي المثال هذا في هذا السلايد إنه هنا لف على كل الفرنس for friend and friends. لاحظين الفرق، هذا الاتريشن variable friend and friends. friends هي عبارة عن list. تمام، ممكن أعمل print hello برحب في كل أصدقائي وبكتب اسم الفريند بهذا الشكل. فبتصير إنه بهذا الشكل. وبدنا نعتبر إنه الآن على بداية السنة ممكن انه نبعث انه happy
new year friend، فبالتالي بعوض على friend هذا. تمام، فممكن تكون هذه عبارة عن messages إنه بيتم إرسالها أو أي شغلة من هذا القبيل، إنه بلف على كل friends happy new year مجدي، happy new year ختام، happy new year George like this. تمام، هذا باستخدام الانديسيز حكينا عنه، انه كل واحد انه الاندكس بيبدا انا عندي من صفر. تمام، والليست احنا حكينا انه هي ميوتابل، يعني لنفترض انه هاي الفريندز بنفترض انه مجدي اجى حكى معايا وحكى لي انا مش هيك بنكتب اسمي يا استاذ، انا بنكتب اسمي زي هيك انه بدل الاي واي. بقول له ماشي ولا تزعل نفسك، اندكس انه مدخل اوف الزيرو بتساوي مجدي بهذا الشكل. فبالتالي هنا نرجع بنشوف بنلاقي انه كل الأسماء يعني الاسم اللي أنا بدي إياه تعدل في الليست بهذا الشكل. فبالتالي هنا إنه الليست is immutable. تمام، هذا المصطلح لازم تكونوا فاهمين إنه قابلة للتعديل والتغيير. تمام، فبالتالي إنه ممكن أي عنصر إنه أنا أغيره فعلا إنه هو بيتغير، ولكن السترينج immutable list. يبقى هنا string is immutable list، يعني بدنا نعتبرها انه زي الليست بالضبط ولكن انه غير قابلة للتعديل. فخلينا نشوف هذا الكلام شو معناته. يعني على سبيل المثال انه انا عندي اس واحد بتساوي بانانا. تمام، وهي شكلها زي هيك. ممكن اشتغل عليها زي الليستة بالضبط، يعني انه هي الاس واحد اوف زيرو، فبجيب بي تي انا اغير البي هذا من سمول لكابيتال، فبنحكي زي هيك. شو بصير؟ انه ال string object does not support assignment. طيب بدي اكتب لك اياها هنا تعليق، انه ال string is immutable list. هاي معنات immutable انه غير قابلة للتعديل. تمام، لكن انا ممكن اعدلها باستخدام ال replace او اي في ظروف في طرق تانية كتير، انه انا ممكن اعدل أول حرف إنه بدل ما يكون small أحكي له إنه يصير capital. بس بدنا نفهم قضية الـ immutable والـ immutable. طيب إيش الدوالل التابعة للليست؟ أول دالة مفيدة اللي هي كيف ممكن نعرف طول الليست، فبالتالي سواء كان هذا string len s1 طلع معي 6، وفي كمان أنا عندي لستة تانية اللي هي الفريندز، كم صديق أنا عندي، هي عندي 3 أصدقاء. واللستة تبعت الـ A list فاكرينها، بدنا نشوف الطول تبعها. فبالتالي هنا اللين تبع الـ A list بيجيب لي عدد العناصر اللي موجودة فيها اللي هي 4، هذا 1 هذا 2 هذا 3 وهذا كله 4. واضح كيف بحسبها؟ طيب استخدام الرينج هذا احنا برضو عارفينه، لانه يعني احنا
احنا عملنا سابقا، لكن انه لانه هذا ممكن انه هو يرجع لي الليست بهذا الشكل. ف نعمل اكسس للليست بطريقتين مختلفتين. طيب نيجي الان للعمليات. لنفترض ان انا في عندي الليست A بتساوي 1 2 3، الليست B بتساوي 4 5 6. تمام. الآن لو عملت A زائد B شو بيصير؟ اسمحهم مع بعض تو ليست. انا راح يجي مع 1 مع 4 و2 مع بده يجمع كل لا لا ورا بعض بصير 1 2 3 4 5 6. ليست جديده، ليست جديده. يعني هذا بنسوي هذه العمليه بنسميها كونكاتينيشن. كونكات اختصارا كونكات كونكاتينيشن. ففعليا بروح بعمل لي ليست جديده. تمام. بيعمل يعني بدناش نستخدم مصطلح بيجمع، لا بنسمي الاشياء بمسمياتها، بعملهم كونكاتينيشن. تمام. طيب لو طرحناهم من بعض A minus B فيش بعطينا error بجوز. بالضبط. تمام. is not supported إنه الماينس بين list to list مش supported. هذيك المعرفة العملية. لكن دكتور نفس القصة صارت معنا هذيك المرة لما جينا حطينا إذا strings. أيوة بالضبط. فأعطانا نفس الايرور. تمام. طيب نرجع لموضوع الاوبريشن، موضوع السلايسينج. لو انا في عندي لستة وانا عندي تي بتساوي هاي تي. الان موضوع السلايسينج انه احنا حكينا انه انا ممكن انه اعمل T لأي عنصر معين 0 أو 4 أو 3. تمام. وممكن أنه أنا أحكي له أنا بدي سلايس منها أنه من 3 للآخر، وممكن أحكي له بدي من الأول لغاية العنصر الخامس. تمام. لغاية الـ 74 الـ 15 هو العنصر السادس ما طلع معايا. وممكن أحكي له أنه أنا بدي مثلا طب نقط طب نقطتين دكتور سوري دكتور نقطتين طب مش معطينا إياهم كلهم؟ صحيح هيك كلهم. وهيك أنه أنا بحدد أنه تي من 3 ل 5 عنصرين. طب دكتور لو أنا نفرض أنا أجيت أنا حكيت زي حكيت مثلا أنتي فتحنا البراكت نقطتين وحطيت ناقص واحد مش مفروض يعطينا آخر واحد؟ نعم. وأعقد لك إياها كمان. ممكن أقول لك أنا بدي من الأول لغاية ماينس اثنين. يعني بعطينا 74 مفروض 74 يعني كل ياتهم لغاية 74 لغاية ما قبل الأخير. أيوة 74 من الأول لغاية ما قبل الأخير. أوكي. طب ليش أعطانا لغاية 3 مش ل 74 ما قبل الأخير؟ وأنا حكيت أنه ماينس 2 هاي ماينس 1 هاي ماينس 2 لغاية هنا. أوكي. ما قبل الأخير. آسف أنا نعم. ما جمعتش. آسف. طيب إيش الدوال الموجود أنا عندي في الليست؟
زي ما شفنا في السترينج. فبدنا نشوف هنا الليست فانكشن. ديكود هاي هي المارك داون. كيف نعرفهم؟ طبعا انا مبرمج وانا مبرمج ما بحفظ، كيف بدي اعرفهم؟ شو هي الدالة السحرية اللي بتقول لي ايش هي الدوال التابعة لأوبجكت معين؟ دالة الـ DIR بديها T. T مشي عبارة عن list، هيو جاب لي اياهم، وعشان انا اطلع لك اياهم جنب بعض هيو print زي هيك. طبعا كل الشغلات تبعت الـ underscore هذا الكلام من نأجل الحكي فيه لغاية متى؟ لغاية لما نصل للأوبجكت أورينتد. إيش أنا في عندي؟ هدول الأبند والكلير والكوبي والكاونت والإكستند والإندكس والإنسيرت والبوب والريموف ريفيرس سورت. طيب نجيهم واحدة واحدة. دالة الأبند فعليا إنه هي بتضيف لي هاي التي، وهي التي دوت أبند مثلا 9 او 8، وهي التي شايف كيف صار. فهو فعليا بضيف عنصر في الاخر، من اسمها ابل معناها انه بضيف في الاخر. هذه بتكون مفيدة انه انا بعرف لسته فاضية وبضلني اضيف مثلا عليها الريزلت تبعتي واحدة واحدة واحدة، وساعتها بطبع في الاخر يعني زي هيك. او بدي اضيف اعمل ابند للست انه قيمة معينة زي هيك. طبعا دالة الكلير بتروح بتمسح كل العناصر، يعني ممكن اعمل t.clear تمسح كل العناصر فصارت لستة فاضية. طبعا انا نرجع نعبيها زي هيك، يعني هذه لسته فاضيه. اوكي ممكن اعمل تي دوت ابند، نرجع نجرب الابند واحكي له اول عنصر واحد ونشوف التي. ففعليا انه اللسته الفاضيه هيضاف اول عنصر واحد. نضيف العنصر الثاني مثلا كمان مره تي دوت ابند، سبعة، وهي التي واحد وسبعة. بدنا نرجع الليستة احنا، فبدنا نحكي انه التي بتساوي عشان نشوف باقي الدوال. نرجع نستذكر باقي الدوال كمان مرة. احنا شفنا الابند والكلير، انا في عندي الكوبي. لقيت أهمية الكوبي إنه على سبيل المثال لو في أنا عندي هنا ليست واحد بتساوي هذا الكلام، وإجينا وحكينا إنه ليست اثنين بتساوي ليست واحد، تمام؟ الآن شوف لي هاي ليست واحد هاي اثنين، ركز معي نفس العناصر بالضبط صح؟ الآن لو أجيت في ليست واحد، عفوا مش هنا، بدنا نضيف هنا في ليست واحد، وحكينا إنه العنصر الزيرو بيساوي هو بلس إيكوال واحد، ونشوف ليست واحد شو صارت. فبالتالي هنا 9 41 كذا، هذه 9 حتصير 10 بس. هذا الكلام ايش؟ ليست واحد. لكن لو طبعنا ليست اثنين شو يا حزرك؟ راح يطلع بعطينا
بعطينا أرقام رئيسية فيها تسعة قديمة ما في القديمة بالضبط. إيه شو تفسيرك للموضوع؟ ما احنا حطينا لهم ايكول يعني نضل نتذكر ان ليست واحد تساوي ايكول اثنين. شو بتغير على ايكول على ليست واحد بتغير على ليست اثنين؟ شو معنات انه الواحد بتساوي الاثنين؟ فعليا يعني الواحد هي عبارة عن مكان محجوز في الذاكرة. هي الواحد تمام، هذا بيأشر على هذا المكان المحجوز في الذاكرة. لما تنفذ هاي الجملة، لما تحكي انه الواحد بتساوي الاثنين، فعليا بروح بعمل متغير الاثنين وبروح بخليه بيأشر على نفس المكان. فأي تغيير انت بتحدث هنا تمام، انت يعني خلال الواحد، فبالتالي بينعكس على الاثنين. فعشان هيك بدك تكون حذر انه انت لما بدك تقول انه والله بدي اعمل ليست واحد اخزن منها نسخة مثلا في الاثنين او يعني زي هيك، بحيث انه انت تحتفظ بالقيمة تبعتها، فعليا انت لا ما بتحتفظ بالقيمة تبعتها لانه الاثنين بيأشروا على نفس المكان في الذاكرة. طب شو الحل؟ الحل انه احنا نستخدم دالة الكابي. عشان هيك هنا في عندي دالة اسمها كابي. فالان بدي اعيد هذا الكلام، انا بدي اعرف ليست ثلاثة ايش بتساوي؟ ليست واحد دوت كابي تمام. هيشوف لي ليست ثلاثة ماخذة نفس القيم. الان بدنا نجري التعديل على ليست واحد، وهي ليست واحد نفس القيمة انه اخذت نسخة منها. هجيت هذه العشرة بدنا اياها 11، فحنكرر نفس العملية. اوف 0 بلس ايكوال 1 ونرجع نطبع ليست 1 فصارت 11، بينما ليست 3 باقية زي ما هي. ليش؟ لأنه إحنا لما أخذنا في هاي الجملة إيش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام إنه إحنا عندنا الواحد تمام؟ وحكينا إنه الثلاثة بتساوي الواحد دوت كوبي. ساعتها شو روح بروح بيسوي؟ بعمل مكانين في الذاكرة، هذا المكان تبع الواحد بيأشر عليه تمام، وقال ثلاثة بروح بعمل مكان جديد يأشر عليه تمام. وأكيد بطبيعة الحال إنه بروح باخد القيم هنا تمام، هنا راح ياخد الفاليوز ما راح يأشروا على نفس المكان تمام. فهيك بتكون مفيدة في هذه الحالات إنه أنت تعرف دالة الكوبي شو بتسوي. واضح؟ طيب في عندي الاكستند. الاكستند شبيهة بالأبند بس ركز معايا. طبعا هنا أنا عندي آخر لستة هاي الثلاثة تمام، فبدي أحكي الثلاثة دوت أبند. هنا روح بدي أديله مثلا صفر، شو راح يصير؟ يعطيني خطأ. عفوا اللي أنا بدي أجرب الإكستند روح بعطيني خطأ تمام. ليش؟ لأنه الإكستند إنه الأوبرانت هذا لازم يكون عبارة عن ليست. فعشان هيك لما أكرر هذا الموضوع وأقول له إنه بدي إياك تعمل إكستند للليست وتضيف لي مثلا صفر وتسعة، شوف لي ال 3 شو صارت. فعليا انه نفس القيم، هذا اخر قيمة انت عندك 8 وضاف عليهم ايش 0 و 9. معنى كلام هذه انه معناها بالضبط انه ال 3 ليس 3 ايش زائد 0 9، يعني
عبارة عن concat. واضح؟ الاكستند. قبل الابند بتضيف عنصر واحد بس. تمام؟ يعني الاكستند زي اكسترا، يعني احنا بنضيف اكثر من عنصر. بالضبط، وممكن تعتبرها زي الكونكات. اما الابند بتضيف فيها بس عنصر واحد. واحد بالضبط. نيجي كمان ايش عندي؟ عندي الاندكس. هنا في الاندكس ايش اللي بعطيله؟ بعطيله انه هي انا عندي ليست ثلاثه، بدي الاندكس تبع ال 15. قديش؟ 5. هي 0 1 2 3 4 5. فبالتالي دالة الاندكس هنا بتديني الاندكس تبع عنصر معين. تمام؟ طب لو اديته حاجة مش موجودة، زي ايش؟ رقم مش موجود عندنا. 7 موجود؟ لا مش موجود، وبنحط 7، فايش بعطيني؟ فاليو ايرور. انه الفاليو هذه اللي هي، ليش فاليو ايرور؟ لانه الفاليو هاي مش موجوده في الليست. تمام؟ في هنا عندي انسرت. اتفضل اسال. لا دكتور، في كاونت فشكنا عنها ولا بنرجع لها؟ كاونت. لما شفنا كوبي وكلير واكستند. اوكي كاونت. الكاونت يا سيدي العزيز، هنا عندي ليست ثلاثة، في عندي قيم مكررة هنا. لا ممكن نعمل قيم مكررة، فعشان هيك نعمل تي بتساوي ناخد من هدول القيم ونكرر بعض الشغلات. لا ممكن نكرر الثلاثة، وممكن نكرر كمان ال 12، وكمان مرة الثلاثة. فبالتالي هنا بنعمل t dot count، بدي لها أي رقم، مثلا رقم 10، شو الكاونت تبعه؟ قديش؟ زيرو. والثلاثة؟ ثلاثة. بالضبط. وبالتالي إذا كان العنصر موجود بتجيب كم مرة تكرر، أما إذا ما كانش موجود بتجيب إنه الكاونت تبعه صفر. تمام؟ إيش في عندي كمان؟ الـ 12 كم مرة متكررة؟ مرتين. 2. تمام. طيب نيجي لدالة الانسرت. دالة الانسرت بتاخد فعليا شغلتين، يعني هاي التي الابنت احنا اتفقنا انه هي بتضيف من ورا من الاخر، اما دالة الانسرت بدي اديها عنصرين، بدي اديها يعني تو باراميترز اللي هي الفاليو وين. فهنا تي دوت انسرت بحكي له أول حاجة إنه أنا بدي أضيف وين. خليني بس أتأكد هنا. أوكي، بس بدي أعرف ترتيب الباراميترز. طبعا هنا في الدوكيومنتيشن تبع البايثون او حتى في الدبليو 3 سكول ممكن اننا الاقي. يبقى هنا بوزيشن وهنا element. اول حاجه انه وين اضيفه؟ فهنا احدد انه انا وين بدنا نعمل insert، وين؟ هنا في هذا المكان قبل الثلاثه. فبالتالي البوزيشن 0 1 2 3. فبالتالي هنا عند البوزيشن 3، بلاش الثلاثة عشان ما يصيرش مسكونسبشن، يعني عند الأربعة. أربعة. بدنا نضيف 70 أو 79 طلعت معايا، وهي التي.
ففعليا هو راح يجي انه عند الزيرو واحد اثنين ثلاثة عند البوزيشن اربعة فعلا ضاف القيمة 79 وهي الباقي موجود هنا. فهي دالة الانسيرت احدد يبقى هنا انه كومنت انسيرت بوزيشن element عشان طالما تراجعوا تكونوا عارفين. غير هيك من دوال ايش في عندي دالة البوب. دالة البوب بتسوي شغلتين، بتشيل اخر واحد وبترجع لي اياه. كيف يعني؟ انا عندي هاي في بتساوي بوب عفوا تي دوت بوب واي بطبع تي او خلينا نطبعها في. فبالتالي هاي التي شو صار؟ اخر عنصر طار. هي بتسوي شغلتين، بتعمل ريموف وبتعمل ريتيرن لللاست فاليو. يبقى هنا remove last value and return it. رجع لي وين رجعت لي؟ تخزن في الفي. فهي الفي ثلاثة، ثلاثة اللي طارت هنا هي موجودة مخزنة هنا وهي انشالت. تمام، هذه دالة البوب. دائما البوب والابين، يعني الابين بتضيف من الاخر، البوب بتضيف عفوا بتحذف من الاخر. اللي بعديها على ما اعتقد ريموف وريفيرس وسورت. هدول الثلاث شغلات. الريموف فعليا انا بدي اروح اديها شغلتين، انه الاندكس او عفوا بدي اديها انه فاليو. يعني على سبيل المثال بدي اعمل ريموف، يعني هاي تي دوت ريموف 3 وهي تي. ايش بتتوقع؟ انه اي ثلاثة راح يشيل، هاي ولا هاي؟ الفيرست ماتش. لا الفيرست، الفيرست ماتش دائما. ففعليا فعلا انه هاي شال لي الثلاثة هذه زي هيك. هيك بدنا نكررها كمان مرة، بشيل الثلاثة هاي. تمام، لو طلبنا منه يشيل قيمة مش موجودة، ثلاثة بطلت موجودة، هاي بدنا نطلب منه يشيلها. فايش الايرور اللي بتتوقعه؟ شو؟ مش سارع. value not found. value error. value error. بالضبط. فهنا ال value error بحكي لي انه ال value مش موجودة على في الليست عشان انه انا اشيل لك اياها. اوكي. طيب، ايش في عندي كمان؟ في عندي reverse وصورت. نيجي للريفيرس، يبقى هاي نشوف التي كيف شكلها. أول هاي 41 12 79 74 75 15 8 12. الآن الريفيرس تي دوت ريفيرس تروح تعكس لي إياها. فبالتالي آخر عنصر بصير أول عنصر، فبتصير انه بيبدا زي هيك 12 8 15 74 وهكذا. شوف كيف. طبعا هذه انه هي عشان انه تشوف الناتج هي التي. ففعليا اخر عنصر صار اول عنصر، والقبل الاخير صار قبل الاخير صار الثاني and so on. هنا اول عنصر هنا صار اخر عنصر هنا. آخر حاجة sort، فهي تي دوت sort بترتب لي إياها. تمام، الترتيب by default هو ترتيب تصاعدي بالضبط من الصغير للكبير. فحيكون 8 أول إشي، بعدين 12 وهكذا. هاي شوف لي كيف صارت 8 12 12، لأنه في تنتين 12 عندنا، هاي وهاي. تمام، بعدين 15 41 74
79. طب لو بدي أرتب بالعكس بكرر ماينس ناقص واحد ماينس واحد لا أقول إنه ريفرس ريفرس صحيح ترو يعني هو البراميتر هذا باي ديفولت فولس فخليته هنا ترو وهي تي فهيك صار الترتيب العكس هيك تقريبا تفضل هذول أرقام مثلا لو كان المختلفات مثلا أرقام ونص إيه بروح بقارن القيمة تبعتهم يعني أنت عندك الكاركتر A هو له value طبعا أكيد بطبيعة الحال فال A إنه as a يعني as a character هو في له value كأسكي كود فبالتالي إنه بقارن بالأسكي كود تبعه فبالتالي خلينا نشوف هنا مثلا على سبيل المثال إنه T باثنين بتساوي أنا عندي مثلا 13 وعندي أو 12 طلعت معايا وهي بي وهي يعني سي وخلينا نحط كمان رقم 4 تي 2 دوت سورت هاي تي 2 اوكي سترينج وين مش سبورتد لازم يكونوا نفس التايب او انه يكون انه احنا ما بنفع انه يعني شوف اي حاجه انه انت بتقدر انه انت تقارن منها يعني انت ما دام انت عملت سورت بده يقارن انه هو مين اصغر من مين فبالتالي بنفعش تقارن انتجر مع كاركتر مش سبورتد فبالتالي لازم يكون سترينج بالضبط نعم اذا كان كله سترينج بالضبط نعم فبالتالي يعني ممكن انه احنا نعمل هذا الكلام زي هيك وهنا نحط مثلا A وهنا نحط F فبالتالي برتب لي ابجدي A B C F ونفس الترتيب بالمناسبة يعني انه هنا ممكن انه نعمل الريفيرس ريفيرس تساوي فولس عفوا ريفيرس بتساوي ترو لانه هي اصلا باي ديفولت فولس فهيك بعكس الترتيب تبعهم بيقدر يقارن كاركتر مع كاركتر انه اصغر من بهذا الشكل لكن انه كاركتر وانتجر لا دكتور بس في شغله بعرفش انا عندي هيك فضول هلا لما انت كنت تعمل البرنامج يعني هلا ليش كنت في مرات تحط مثلا بدك تسوي برينت تحطها يعني على طول يعني تحط سطر جديد وفي مرات كنت على طول تحط انتر نفس اللاين يعني الان انت عندك هنا في البايثون في الجوبيتر في الجوبيتر نوت بوك انه انت يعني انت عندك اكس بتساوي 10 تمام الان اذا كانت يعني انت بدك تشوف قيمه المتغير في حتى في النوت بوك اما في الـ في الـ في الباي شارم لا ما بزبط هذا الكلام لو كانت انه اخر ستيتمنت هي عباره عن متغير بس انه زي هيك زي كانه هو بفهم انه اطبع لي هذا المتغير زي هيك تمام فهي بطبع لك 10 لكن اذا انت رحت عملت مثل هيك ورحت حكيت مثلا انه برينت هلو ما بتطبع لك قيمة الاكس لانه هي مش اخر جملة فبالتالي هاي هي نفسها انه انا ايش اعمل برينت اكس هنا الناتج 10 وهنا الناتج هنا بتطبع قيمة الاكس وهنا بتطبع قيمة الاكس فبالتالي انا اختصارا انه انا بروح على طول بحط اسم المتغير طالما بشرط طالما انه هو كان اخر سطر انا عندي في الليست عفوا في السيل في السيل اخر سطر انا عندي في السيل
سيل علق عندي. اه اوكي هيك ظهر. وضحت؟ وضحت تمام يا دكتور. الو ايوه اوكي. بالاضافه للدوال اللي احنا اخذناهم ممكن انه نفحص انه is something in the list. كيف؟ من خلال انه احنا نعمل هذا الكلام، انه على سبيل المثال انا عندي ايش الليست اخر واحدة تي هاي، فبروح بحكي هل السبعة موجودة في التي؟ فالناتج هنا عبارة عن true أو false. ففعليا زي كأنه أنت بتعمل search على السبعة، هل هي موجودة؟ أوكي مش موجودة no زي هيك. لكن خلينا نبحث عن شغلة موجودة، مثلا أنه هل السبعة أربعة أربعة وسبعين موجودة في التي؟ آه موجودة true. تمام، فهي الـ in operator. فهنا using in operator في هذا الموجود أنا عندي في السلايد. أوكي sort أخذناها، نيجي للـ built-in function. الـ built-in function أنا عندي اللين والماكس والمن والسم، هدول كلهم بقدر أطبقهم على الليست. يبقى أنا عندي هنا هاي التي، تمام. يجي هنا للبلت إيش أنا ممكن أستخدم؟ اللين والماكس والمن وشو كمان والصم، هذول التوام. ففعليا الماكس بتجيب لي أعلى رقم موجود هنا في الليستة اللي هو عبارة عن 79 على ما أعتقد، والمن بتجيب لي أصغر رقم اللي هو أعتقد إنه 8 صح، والسم بتجيب لي المجموع وممكن انه احنا ناخذ السم مع اللين بالضبط مع بعض لانه انا بدي اجيب الافرج. فالافرج هو عباره عن مجموع الليستة على عدد عناصرها اللي انا ممكن اجيبه باللين. ففعليا انا عندي المتوسط هو 34.42. تمام، ايوه تفضل. انه كلمة ليست محجوزة لايش؟ احنا بس استخدمناها كلمة ايش؟ ليست. ليست ايش؟ محجوزة. ليش؟ لانه هي فعليا انا بقدر انه من خلالها اعرف ليست. يعني انا ممكن احكي انه الاي بتساوي ليست، هذا فعليا عبارة عن كلاس، هي عبارة عن اسم كلاس مستخدم في البايثون، فبالتالي لا يحبذ انه انا استخدمه as a list. فهيك بعطيني empty list. او ممكن ايش اسوي؟ استخدم إيه انه احكي انه البي بتساوي list، وبين قوسين اروح اعمل instantiation انه اقول له انه عرف لي list مكونة من 1 2 3 وهي البي. ففعليا انه list هاي هذا يعبر عن اسم class او اسم، يعني انت بتستدعي الكونستراكتور تبع الكلاس. بعرفش اكيد انتم مرت عليكم الاوبجكت اورينتد في لغه برمجه ما، فبالتالي انه يعني عشان هيك انا بحكي فقط اذا بدك حساب، لانه بقدر بدونها يعني اعرف مثلا حط بي تساوي 1 2 3
بدون البست. اذا بعرفها كيف؟ اذا بس بدي اياها فارقه تقريبا، بس مثلا اذا القيم عندي موجوده بقدر اعرف بدونها صح؟ ما هو هنا برضه نفس فكره يعني، هاي انا بدي ارجع اعرف لك اي تمام، وهي اعرف لك اياها فاضيه زي هيك، وهي شوف الاي نفس الناتج بالضبط. شايف هذه السيل 113 هنا تمام، هنا هذول التنتين، هاي هيك انتم باستخدام الليست، وهيك انت اديته ليست فاضيه، وهنا هيو حاعمل لك نفس الكلام، هيو الليست هذه فيها قيم زي هيك، وهي ممكن اعرفها برضو بنفس الكيفيه بدون ما احكي له ليست مباشره. دكتور تسمح لي اني راح اغادر؟ تفضلي. سوري يعني راح اغادر المحاضره بس راح اكملها اذا بتمديني. ان شاء الله مفيش مشكله. ان شاء الله دكتور بدي اكثر بس كم تغادر ختام، في مجال المحاضره تكون يوم الخميس بدل يوم الثلاث بس هذا الاسبوع؟ ما بيزبط شيء معي انا. خلص خلص مش مشكله، خلص مش مشكله. انت بدك هذا الاسبوع يعني انه يوم الثلاث يعني هذا؟ بالضبط، انا بس هذا الاسبوع عشان انه عندي اعمال بناكل وبظبط في البيت عشان هيك بس هذا الاسبوع كنت خلص. مش مشكله حرام اذا ختام بزبطش، خلص مش مشكله. لا اذا هي للخميس هذا يعني مش كل خميس يعني. لا بس للخميس هذا بس تحديدا يعني هذا الاسبوع بس فقط لا غير. خلص تمام يعني ان شاء الله اكون معك. مجدي مش مشكله. مجدي في عندك مشكله؟ مجدي لا 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 دكتور كيف وضعك؟ ما في مشكلة. بارك الله فيكم، كتر خيركم. يعطيك العافية، شكرا دكتور. الله يعافيك. بس على المغادرة بس. تفضل. فهي نفس الفكرة انه انت بتستخدم هنا ليست او بتديها هنا مباشرة، فعشان هيك لا يحبذ انه انت تستخدم انه الليست انه تستخدمها في اسماء المتغيرات عندك. تمام يا مجدي؟ تمام. طيب اوكي خلينا ناخذ هذه المساله جا هنا write a program to take input from the user. بلاش نقول input، خلينا نحدد ايش هو الانبوت. numbers from the user until he entered he or she بلاش يزعلوا entered done then find the average. اوكي واضح ايش المطلوب متخيلينه؟ اخذ مجموعه ارقام بعدين اطلع لهم الافريج. بدي اعمل لوب، اضلني اخذ ارقام باستمرار. كيف ممكن اسوي هاي الشغله لغايه لما هو يدخل دن على كيف؟ على الدور يضل يدخل الدور لحد ما يدخل. اخذناها هذه سابقا في اللوب بالضبط انه بريك بيه. بالضبط. اوكي فممكن نبدا هنا while true. تمام ليش while true؟ لانه خلاص احنا حنعمل بريك للوايل بعد ما يدخل انه done. فهنا بروح بعرف انه النمبر بتساوي خلينا ناخذ انه integer input please enter a number. اوكي
لا بدناش انه احنا نعملها هيك في نفس ال input او انه m line بتساوي input زي هيك. I get f line بتساوي run ساعتها بنعمل بريك. طبعا كان غير هيك بنكمل الكود عنا عادي، فبالتالي انه النمبر بتساوي الانت لللاين. تمام، الان نجرب هذا الكلام انه من ناحيه انه ككود شغال ولا لا. فهيك ندخل رقم، بطلب مني كمان رقم كمان رقم، خلاص بطلت، فبحكي له هنا done. أيوة بعمل بريك، فممكن إنه إحنا نضيف جملة هنا print done علامة تعجب. نجرب كمان مرة، أوكي. طيب الآن نقدر ندخل أرقام زي ما بدنا إحنا، بس الآن إحنا بدنا نجيب المجموع تبعها، فبدنا ننتقل للمرحلة الثانية. فبدي أخذ نفس الكود هذا، وعشان هيك بدي أفصلكم إياه في سيل ثانية، وإنه أعرف هنا التوتال تساوي صفر. بدي أجيب أنا إيش الأفريج، تمام، وإيش كمان بدي أجيب الكاونت بتساوي صفر. فساعتها هنا فبروح بحكي انه التوتال بلس ايكوال النمبر، والكاونت بلس ايكوال قديش؟ واحد، عشان انه احنا بدنا نجيب المجموع. بعدين برنت التوتال تقسيم الكاونت، وهنا بحكي له انه الافريج أو equal، أوكي. فهيك بنشغل، تمام. نادي 23 54 89 93 done. فبالتالي انه الافرج 64.75. طيب هذا الكلام احنا في شابتر الليست، بدنا نستفيد من الليست، فبدنا ندخله للمرحلة بالضبط. فهنا هذا الكلام ببطل انه انا محتاجه، فهنا num list بتساوي هاي لستة فاضية. شايفين كيف بدينا نستخدم الليست لحل مسائل، تمام. فهنا بدل ما نجمع زي هيك، ايش بروح بسوي؟ انه الليست نمبر دوت ابند، بدينا نستخدم الدوال تبعت الليست، وهنا الكاونت هذا ملوش داعي خلاص. ساعتها الافرج ايش بيساوي؟ نستخدم دوال برضو بلت ان، اللي هي عبارة عن ايش؟ sum للنم ليست تقسيم الليم تبع النم ليست. خلينا ندخل نفس الأرقام، دخلنا 23 54 89 93 23 54 هي 20 53 4 89 93 89 99 لا لا غلط، مش مشكلة، مش راح مش مشكلة. اوكي جرب مرة ثانية ادخل الافريج 67. خلينا انه نعمل كمان مرة الرن 23، حكينا قديش
خمسة أربعة أربعة خمسين أيوة 89 تسعة أيوة 93 تسعين ثلاثة بالضبط. بطلع أنا عندي 74.75 وهنا 74.75 بالضبط. طيب الآن بدي إياك إنه توسع المدارك تبعك وتخيل الكلام إنه أنت رايح على السوبر ماركت تمام، وإنه أنت بدك تصمم برنامج اللي بيشتغل على الكاشير. فعليا بعد ما تأخذ الأغراض تبعتك وتروح على الكاشير شو بيسوي؟ إنه بروح بمرر الأغراض تبعتك على الباركود وبعمل تيت 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 صح؟ صحيح. ففعليا بروح بضيف بعمل لستة وبروح بضيف هذه المنتجات أو الايتيمز اللي انت اشتريتها تمام، بضيف السعر تبعها بضيف السعر تبعها بضيف السعر تبعها، بروح ساعتها بروح بجيب لك التوتال تمام. احنا جايبين هنا الافرج، لكن في الكاشير ايش بروح بجيب لك؟ بجيب لك التوتال المجموع بالضبط بالضبط. فهنا لو هذا الكلام انه احنا بدنا نغيره تمام، ونكتب نص المسألة هنا ونقول إنه write a program to sum the prices of products and provide discount. Okay, بدنا discount. يبقى هنا نفس الكود بس هنا بدنا نعرف متغير خلينا نعرفه هنا انه discount بتساوي integer عفوا انه ممكن ندخله انه كفلوت كفراكشن فلوت وهنا input please enter discount ratio تمام. ساعتها بروح بطبع له انه بدل average إنه your total is تمام، وهنا وبعديها إنه your total discount after discount is كيف بدنا نحسبها؟ هلا على أول شيء بدنا نجمعهم كلياتهم بعدين نسبة الديسكاونت ونضربها تمام. ناقص قديش نسبة يعني ديسكاونت بده يكون من قيمة الفاتورة حطناه توتال ديسكاونت ضرب لا ما هو توتال ضرب التوتال مظبوط ضرب الصم احنا بنستخدم ليست هيو احنا صم للليست بالتالي قيمة الفاتورة قيمة الفاتورة ضرب الديسكاونت يعني قيمة الفاتورة الأصلية ناقص صحيح الفاتورة في الديسكاونت في الخصم بالضبط. نعم نشوف هذا الكلام مظبوط ولا لا. طيب مين فيكم راح على السوبر ماركت اليوم؟ كل يوم نروح معنا خلول انت رنمبر خلينا يعني 167 167 اوكي ايش تفاصيل الاغراض هذه؟ خلينا نقول انه انت اخذت بقديش 15 ب20 قد ايش تفاصيل الاغراض هاي يعني اوكي خلينا نحكي 12 حليب 12 عندك اي 4 خبز 8 جبنه
شو كمان في اشياء اشتري؟ انا حاسس حالي ان انا شغال على الكاونتر عن صحيح. الله يسعدك يا دكتور. قديش كمان بعد الثمانية؟ وفي الزبدة برضو 12. شو كمان اشياء احنا اخذنا؟ الموز ب10. تمام. اللي اخذنا الموز برضو البرتقال ب10. عمال بحاول اتذكر يعني شو الـ شو الايتيمز. المحارم 38. شو كمان محارم اخذنا اشياء؟ اللبنة ب7. عمال بحاول اتذكر ما الاريال. الاريال 22. المعطر 18. عم انا متذكر شو كمان اشياء. شو كمان شو كمان اشياء؟ خلينا هيك يعني مش طالع معي، بس خلينا نقول بشكل عام اوكي اساسيات البيت. خلاص نسكر الفاتوره. خلاص يا دكتور نكتب دان. دان قديش بدك نعمل لك خصم؟ ما معروف الخصم بين 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 عندنا هذا خليه 100%. ايوه الله يسعدك. يعني معروف 2.5-3%، هذا ماكسيموم يعني ما بشكل اي 3%. تمام ممتاز. هيك 3%، هيك 3 من 10، هيك 30%. هيك لا لا كمان ايوه بالضبط هاي 3%. ولا احكي لك عشان خاطرك هاي 30% خصم، ولا تزعل. بدنا نشوف الان قديش بدنا نعمل لك خصم. فاتورتك قبل الخصم كانت 141 وبعد الخصم 98 بس. حلوات والله ممتازات. 50 شيكل كويس بنزين فيه. تمام. ففعليا انت شايف كيف الليستة، كيف انت ممكن انه انت تستغلها وتجيب هذه الاشياء في هذا الشكل. اوكي فعليا هاي المثال الظريف هذا اتصور انه صارت واضحة الامور بخصوص انه مدينا نستخدم في دوال الليست اكتر واكتر. طيب طبعا هذه السترينج انه احنا نعمل سبليت هذه مرينا عليها كتير. تمام. هذه مرينا عليها كتير. طيب هذه اعتقد انه برضو كذلك مرينا عليها انه في الميل بوكس انه احنا بدنا ندور على الايام اللي تم ارسال فيها البريد اكتر شيء. انه هنا هذا الكلام احنا ممكن نعمله ابند في ليست، فهنا تم ارسالها يوم السبت، هنا الجمعة، وساعتها انه احنا نعمل كاونت لا الأيام هذه بهذا الشكل. تمام. فممكن أن أديلكم إياك assignment إنه